5 آيات لتوسيع الرزق وتكثير المال بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك أسئلة أيها الأحبة يطرحها الكثير، لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ هل هناك آيات بالفعل تزيد الرزق؟ هل إذا رددت بعض كلمات القرآن يمكن أن يتغير حالي ويزداد رزقي؟ طيب لماذا أقرأ هذه الآيات ولا أستفيد شيئا؟ هذه أسئلة يريدها الكثيرون، ولكن اليوم أنا أحب أن أوضح قضية مهمة وسبب رئيسي لعدم تكثير الرزق، وهو الثقة بالله عز وجل. أخي الحبيب، هذه الآيات نحن نقرأها وعيوننا على المال. يجب أن تقرأ كلام الله وأنت ترجو لقاءه وترجو رزقه في الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول: ورزق ربك خير وأبقى. ويقول أيضا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب هذا الإله العظيم الذي يرزق الحوت في أعماق البحر، هناك كائنات في أعماق البحر أيها الأحبة على عمق 5000 متر، لا يوجد ضوء، ظلام، سخر الله لها ما يسمى بالإضاءة الحيوية، سخر لها جهازا في داخلها يولد الضوء، وهناك أسماك سخر الله لها قدرة على صناعة الصاعق الكهربائي، تصعق الفريسة لأنه ظلام وضغط الماء قوي جدا، عنيف جدا، والماء بارد، والسمكة لا تستطيع أن تصطاد، ستموت. سخر الله لها ماذا؟ وسيلة في داخلها، جهاز خاص لتوليد ومضات من الطاقة لتصعق الفريسة. طيب سبحان الله، هذا الإله يعني يعجز أن يرزقك أخي الحبيب وأنت تقول ورزق ربك خير وأبقى؟ أنا دعني أقرأ عليك هذه الآيات الخمسة، ولكن أنا لا أريدك أن تحفظها كالببغاء، أريدك أن تفهم وتستيقن، لأن اليقين أهم من الحفظ. القرآن لم يأمرنا أن نحفظ آياته، بل أمرنا بالتدبر. قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. لماذا أمرنا بالتدبر أخي الحبيب؟ قضية بسيطة، لأنني أنا إذا كنت مدير شركة، أنا لا أريد شخصا يتحدث كالببغاء، أريد شخص يعمل، أريد شخص يعمل بإخلاص، أريد شخص يفهم ماذا يقول، يفهم ماذا يعمل. فنحن للأسف نردد القرآن ولا نفهم شيئا. لذلك أنا سأتدبر معكم هذه الآيات الخمسة. الآية الأولى أخي الحبيب، مهم جدا أن تتدبر معي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما معنى من حيث لا يحتسب؟ يعني أنت تجلس وتقوم بكافة أنواع الحساب من أجل أن تحصل على الرزق وتفشل، وإذا بك يأتيك الرزق من جانب لم تحتسبه ولم يكن في حسبانك أبدا، هذا هو الرزق من حيث لا تحتسب. رأيت أخي الحبيب كم هذا؟ وهذا الرزق على فكرة من أجمل أنواع الرزق. إنسان أحيانا يضيق حاله ويحتار، يأتيه تليفون، يصادف شخصا يكون سببا في عمل جديد أو في رزق جديد يغير حاله بشكل كامل في لحظات، في أيام. طيب إذن يجب أن تقتنع معي أن الله قادر أن يرزقك من حيث لا تحتسب. طيب هنا آية ثانية: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما معنى ذلك؟ أنا أريدك اليوم أن تتدبر أخي الحبيب. عندما تقرأ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ماذا يعني؟
ما معنى الرزاق؟ لماذا لم يقل الرازق؟ لماذا لم يقل إن الله يرزق؟ الرزاق هنا صيغة مبالغة، يعني كثير الرزق، يعني الله يرزق هذا وهذا وهذا، ويرزق الكائنات ويرزق البشر ويرزق الملحدين ويرزق من يكفر به، ورزق فرعون هذا الذي ادعى الألوهية رزقه الله، ورزق كل شيء خلقه. لا يعجز أن يرزقك أخي الكريم. لذلك عندما تقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يجب أن تقتنع أن الله ليس فقط قادر أن يرزقك، بل قادر أن يسخر لك الكون كله، وقادر أن يرزقك المليارات وليس الملاليم، المليارات من غير أن تحتسب. هذه يجب أن تكون ثقتك بالله. ثم إن هذه الآية أين وردت؟ وردت في قوله تعالى في أواخر سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني إله قوي متين قادر. فطبعا أنت يجب أن تتدبر هذه الآيات جيدا، وتكرر التدبر وتكرر التفكر، وتقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وتتخيل أن الرزق يتدفق عليك، لأن الرزاق أمرنا أن نتفاءل. النبي كان أكثر الناس تفاؤلا، يجب أن تتفاءل بالرزق. وإذا كان رزقك ضيقا، يجب أن تعتبر أن هذا لمصلحتك، وأن الله يراك وأن الله قريب منك، ولكن أراد ذلك لأنه فتح لك بابا من أبواب الرزق في الآخرة. الله سبحانه وتعالى كان قادر أن يعطي حبيبنا عليه الصلاة والسلام وحبيب الرحمن، يعطيه ماذا؟ قصور في الدنيا، جنات تجري من تحتها الأنهار في الدنيا، ولكن الله وعده بالوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد، هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخي الحبيب، لو كان المال، كثرة المال شيء جيد، لأعطى أنبياءه الكرام، لأعطى سيدنا أيوب مثلا الذي كان صبر كثيرا، لأعطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالثقة بالله ضرورية جدا. الآية الثالثة، الله تعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يا رجل، الله يقسم، يقول لك إنه لحق، يعني هذا الكلام الذي تسمعه أنت الآن هو حق. طيب هل الله بحاجة أن يقسم؟ يعني إذا جاءك رجل فقير وضعيف مثلي وأقسم لك أن هذا حق، ألا تصدقه؟ طيب كيف إذا كان المقسم هو الله؟ فورب السماء والأرض إنه لحق. ما هو الحق؟ القرآن، وهذه الآية من القرآن، إذن هي حق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن أخي الحبيب، إله يقسم لك، يجب أن تصدقه. كرر هذه الآية وتأمل فيها وتدبر، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لولا الرياح ما مصيرنا؟ لفسد هذا البحر وفسدت الحياة، أصبحت الحياة كأننا نعيش في سجن مغلق. لولا نعمة الشمس، لولا نعمة البصر التي أنت فيها، هناك نعم تمتلكها أنت بالمليارات ثمنها، ولكن للأسف نحن نغفل كل ذلك وننظر إلى الشيء المادي وهو المال، بسبب ضغط الإعلام اليوم من حولنا، يضغط علينا لينسينا الآخرة، ومن ورائه الشيطان طبعا. الشيطان يعدكم الفقر،
مع العلم أن الشيطان يغوي الأغنياء، على الرغم من ذلك الله تعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر. هذا الإله الكريم لطيف بك، يريد لك الخير، يريد أن يعطيك رزقا مباركا، رزقا حسنا يعينك على الوصول للآخرة، لا أن يعطيك رزقا يطغيك. أصحاب المليارات اليوم انظر ماذا يفعلون، إلا ما رحم ربي. إذن أخي الحبيب تدبر معي هذه الآية، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لو أراد لرزقك المال وحرمك من الجنة. إذن المقياس مقياس الرزق، ورزق ربك خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. فإذا أراد الله بإنسان أراد به الخير يهيئ له أسباب الرزق في الآخرة ويجعله شاكرا في الدنيا. الآية الخامسة، هذه الآية مهمة جدا لمن يدعو ولا يستجاب له. طبعا من الخطأ أن نقول يدعو ولا يستجاب، لأن هناك خلل. إذا توقفت الاستجابة معنى ذلك أنك ملبسك حرام، مطعمك حرام، أنك تدعو ولا تثق بالله، هناك مشكلة فيك. أما إذا كنت واثقا بالله عز وجل، مستيقنا أن الله قادر أن يرزقك ولم يأتي المال، معنى ذلك أن الله منع عنك المال ليحفظك من شر ما أنت لا تعلمه. والله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تدبر معي هذه الآية، ولو بسط الله الرزق لعباده، ماذا يعني؟ اليوم حسب علم الاقتصاد المال هو الأساس وهو شيء جيد. الله تعالى لا، الله يريد الآخرة، الله يريد الآخرة سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وانظر هنا لم يقل للناس، قال لعباده. يعني في آية أخرى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني حتى لو بسطه للعباد الأتقياء ربما يطغى ويبغي، ربما. فمن رحمة الله بك ولطفه بك أنه أخر هذا الرزق ومنع هذا الرزق المادي لكي يحفظك. لذلك أخي الحبيب يجب أن تثق بهذا الإله العظيم، يجب أن تتأمل هذه الآيات، تتفكر أن الله قادر أن يرزقك، ولكن قلل الوضع المادي لك ورزقك في جوانب أخرى كثيرة ليحفظك ويحميك من شر الانزلاقات. والله يريد لك ماذا؟ الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون رزقنا في الآخرة، أن يكون رزقنا يوم لقاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.